السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن الفيس دايجرامز. المفروض نعرف يعني إيه فيس دايجرام، إيه الإفكت، أو ليه بدرس أصلا الفيس دايجرام عشان أعرف منه إيه. المفروض أعرف النمبر أوف فيزز والفيس بريزنت في البوينت معينة عند تمبريتشر وكومبوزيشن معين، وأعرف الإفكت بتاع الكومبوزيشن دوت على المايكروستراكشر. أول حاجة مفروض لو أنا عندي مادتين، ايه الاكليبريم ستيت؟ لو انا ضفت المادتين دول مع بعض بيبقى في عندي اكليبريم ستيت. هتحصل امتى الاكليبريم ستيت ديت؟ ولو انتوا فاكرين في السوليد سوليوشن كنا بنقول بنحط شويه نيكل او ويت معين، ويت بيرسنت من النيكل بنحطه على الكبر. طب ايه هو الايفكت بتاع الكومبوزيشن على الفيز دايجرام، على النمبر اوف فيزز اللي هتنتج من الاضافه ديت؟ طيب هل في كمان ايفكت للتمبريتشر بتاعت الالوي ديت كلها ولا لا، على النمبر اوف فيزز اللي طالعه؟ فالمفروض من الحاجات ديت انا اطلع اول حاجه نمبر اوف فيزز، كام فيز موجود عند كومبوزيشن وعند تمبريتشر معينه. مفروض كمان اعرف الكومبوزيشن بتاع كل فيز، كل فيز من دولت بيتكون من ايه، وبعد كده الاماونت اوف اتش فيز، الريشيو، نسبه الفيز ده بالنسبه للفيز دوت كام. فاكرين الرسمة ديت لما احنا قلنا النيكل مع الكبر، لما بنضيف النيكل بنسبة مع الكبر بيبقى عندي سنجل فيز. طب لو انا زودت نسبة النيكل بيبقى عندي تو فيزز. ايه هما التو فيزز؟ فيز الاولاني في كمية النيكل كبيرة وكمية الكبر قليلة، او الكونسنتريشن بتاع الكبر قليل بالنسبة للكونسنتريشن بتاع النيكل. على عكس الفيز الثاني اللي هو الفيز بي، بيبقى عندي الكمية أو الكونسنتريشن بتاعت الكبر أكبر من الكونسنتريشن بتاع النيكل. فالكومبوزيشن أو الكونسنتريشن بتاع الإليمنت أو الإمبيوريتي اللي أنا بضيفها بتتحكم لي في نمبر أوف فيزز بريزنت. طب قبل ما نبدأ لازم نعرف الأول الفرق بين سوليوشن وميكتشر. سوليوشن دوت بيبقى سنجل فيز، يعني لو حضرتك جبت شوية سكر دوبتهم في كوباية مية قلبت كويس السكر كله بيدوب، ده اسمه سوليوشن. ليه؟ لأن هو سوليد في ليكويد، سوليد اللي هو السكر في ليكويد اللي هو المية، أو ممكن برضو يكون جاز سوليوشنز اللي هو جاز في جاز، بس لازم يكون عندي سنجل فيز، يعني الكومبوزيشن واحد. اما السكر ده في الميه بقى ليه نفس الخصائص الفيزيائيه ونفس الخصائص الكيميائيه. خصائص فيزيائيه يعني انا شايف من بره السوليوشن كله متجانس، نفس الشكل نفس اللون. نفس الكومبوزيشن ان الاثنين ليهم دلوقتي لا مش ميه لوحده ولا سكر لوحده، ده بقى اسمه محلول سكري او سيرب اللي هو جلوكوز دايب في الميه. على عكس الميكشر، ميكشر عندي مور ذان وان فيز، يعني لو انت زودت نسبة السكر قوي بتلاقي فيه كمية سكر ما دابتش، بيبقى فيه تحت شوية سوليد وبعد كده شوية ليكويد. انا بقى كده عندي تو فيزز، واحد سوليد وواحد ليكويد، ده اسمه ميكتشر مش سوليوشن. فالسوليوشن عندي سوليد في ليكويد بس الاتنين هوموجينيوس، هوموجينيوس يعني اتنين دابوا في بعض فبقى عندي سنجل فيز. ميكتشر عندي سوليد في ليكويد او سوليد في سوليد او ليكويد في ليكويد بس الاثنين متقسمين لتو فيزز. يعني حضرتك برضو لو جبت ليكويد زي زيت او اويل ضفته للميه ده هيكون اكيد ميكتشر مش هيكون سوليوشن، لان هما مش هيمتزجوا مع بعض. على عكس السوليوشن لو انت جبت شويه ايثانول او شويه خل ضفتهم على شويه ميه فبيدوبوا بيمتزجوا مع بعض، في كومبليت ميسابيليتي فيهم مع بعض، فبيكون سنجل فيز مش تو فيزز، فيبقى اسمه سوليوشن مش ميكتشر. طيب في حاجه اسمها سوليوبيليتي ليميت، هو انا هفضل اضيف شويه سكر؟ لو احنا بنتكلم عن الاكزامبل بتاع ان انا بضيف سكر في ميه، شوجر في ووتر، لو انت بتضيف كومبوزيشن او تكوين او شويه كميه من الشوجر او السكر في الميه، لو انا ضفت كميه صغيره منه وقلبت هيدوب، زودت شوية داب، زودت أكتر بلاقي لأ ده مش بيدوب.
يبقى في ليميت للسوليوبيليتي، في تركيز معين بعدي بيتكون عندي تو فيزز مش وان فيز. فلو بصينا للدايجرام دوت اسمه فيز دايجرام. ايه هو الفيز دايجرام دوت؟ علاقه بين ثلاثه بارامتر، تمبريتشر وكومبوزيشن وبريشر. وعشان انا اتحكم في ثلاثه بارامتر بيبقى صعب جدا، فلازم اثبت واحد واغير الاثنين التانيين. فهنا مثلا انا مثبت البريشر لواحد اتموسفير، وبشوف الافكت بتاع الكومبوزيشن مع التمبريتشر. هنا كميه الشوجر او الكومبوزيشن او الكونسنتريشن بتاع السكر اللي انا هضيفه، 0% شوجر معناها 100% ميه، انا لسه ما ضفتش اي حاجه خالص من الشوجر. 20% شوجر يبقى انا ضفت 20% شوجر، يبقى الباقي اللي هو 80% ميه. زودت شويه الكونسنتريشن بتاع الشوجر ب 40%، يبقى الباقي 60% ميه. بلاقي عند نقطه معينه بيبقى في عندي سوليوبيليتي ليميت اللي هو عند حوالي 62% عند درجه 20 عند درجه 20 سيليزيوس، وكومبوزيشن حوالي 65%. بقى في عندي تو فيزز، يعني عند 20 درجه مئويه وعند كومبوزيشن 65% من الميه. اقل من الكومبوزيشن دوت انا عندي سنجل فيز اللي هو ليكويد بس، اللي هو ان شويه السكر اللي ضفتهم دابوا في شويه الميه وعملوا محلول سكري اسمه سيرب. وفوق الكونسنتريشن دوت ده انا عندي تو فيزز، السكر اللي انا زودته دوت في حبه منهم ما دابوش، فحبه دابوا عملوا سنجل فيز اللي هو ليكويد، وحبه تاني ما دابوش اللي هو سوليد فيز اللي هو شوجر. فعند درجه معينه بيبقى عندي او كومبوزيشن معين ودرجه حراره معينه بيبقى في عندي حاجه اسمها سوليبيليتي ليميت. وزي ما انت شايف السوليوبيليتي ليميت دوت بيتغير درجة الحرارة. يعني كل ما بزود درجة الحرارة كمية الشجر او السكر اللي بيدوبه بتزيد لغاية برضو درجة معينة. طب انت دلوقتي مش بنتكلم عن مية وسكر، احنا بنتكلم عن كومبوننت، عن ميتالز، عن سيراميكس، عن بوليمرز. فامتى الميتالز بيكون تو فيزز او امتى السيراميكس بيكون تو فيزز؟ يبقى لازم اعرف اول حاجه الكومبوننت بتاعتي يعني ايه والفيزز بتاعتي يعني ايه. الكومبوننت دي نمبر اوف اليمنتس او كومباوندز which ار بريزنت ان ذا الوي، يعني عدد الاليمنتس او عدد العناصر اللي انت ضايفها عشان تكون بيها الالوي. لو انا عندي الالوي بتتكون من الومنيوم وكبر، يبقى انا عندي تو كومبوننتس، اتنين من العناصر، يبقى انا عندي تو كومبوننتس. الفيزس لو حضرتك شفت كده في الفيجر دوت، طبعا في مناطق دارك وفي مناطق لايت او مناطق فاتحه ومناطق غامقه. ده بيديني انديكيشن او بيديني تفسير ان الماده ديت بتتكون من تو فيزس مش من سنجل فيز. لو المناطق دي كلها ليها نفس الاستراكشر، يبقى ليها نفس البرايتنس، يبقى ليها نفس الفيزس، يبقى ديت سنجل فيز. لكن بلاقي مناطق دارك ومناطق لايت، مناطق غامقه ومناطق فاتحه، يبقى انا عندي هنا تو فيزز. يبقى الفيز لو انا لقيت عندي نفس الكيميكال والفيزيكال كاركترستكس او نفس الفيزيكال والكيميكال كومبوزيشن، يبقى دوت اسمه سنجل فيز. لو في اختلاف في الفيزيكال الحاجه اللي انا شايفها بعينيا، او الكيميكال التكوين او التركيب الكيميائي بتاعت الفيز لو مختلفه، يبقى انا عندي هنا تو فيزز مش سنجل فيز. طب انا عاوز ادرس الافكت بتاع التمبريتشر، هل التمبريتشر ديت ليها تاثير على الفيزز اللي بتنتج؟ اشوف لو احنا عند نقطه معينه اللي هي نقطه ايه، كان انا عندي هنا تو فيزز، انا في المنطقه ديت انا عندي هنا تو فيزز. اللاين دوت اللي هو اسمه الفيز باوندري او الخط اللي بيفصل بين السنجل فيز والتو فيزز. لو انا عندي نقطة، واي نقطة بحددها بحاجتين، بكمبوزيشن وبدرجة حرارة، يبقى لازم اقول لك عند تمبريتشر 20 درجة مئوية وعند كمبوزيشن 70
في المية من الشوجر، يبقى انت كده حددت النقطة ديت. النقطة ايه؟ عند درجة حرارة 20 وعند كومبوزيشن 70%. النقطة ديت عندها سنجل فيز ولا تو فيزز؟ لا، ده انا عندي تو فيزز، ليكويد وسوليد، ليكويد وسوليد. طيب هل بتأثير درجة الحرارة ممكن اغير نمبر اوف فيزز؟ اشوف لو انا زودت درجة الحرارة يبقى انا اتحركت فيرتيكال، اتحركت من النقطة A للنقطة B لغاية ما وصلت لمية درجة مئوية عند نفس الكومبوزيشن. طب ما انا كده اتحركت من المنطقة اللي فيها تو فيزز للمنطقة اللي فيها سنجل فيز، يبقى التمبريتشر لو انا غيرتها ممكن اغير او ممكن اتحكم في النمبر اوف فيزز، سواء كان سنجل فيز لتو فيز او من تو فيزز لسنجل فيز. طيب هل في كمان تأثير للكومبوزيشن؟ لو انا غيرت الكومبوزيشن السي هل ممكن اغير نمبر اوف فيزز؟ ايوه طبعا. لو انت عند نفس الدرجة ديت اللي هي الميت سليزيس وكومبوزيشن 70%، لو انا غيرت الكومبوزيشن بتاعي ل 90% من الشجر، يعني اعدت اضيف او اعدت ازود كمية السكر اللي انا بضيفها في الكوباية، يبقى التركيز بتاعي برضو عند نفس درجة الحرارة اتحولت من سنجل فيز لي تو فيزز. يبقى في تأثير للتمبريتشر وفي تأثير للكومبوزيشن على النمبر اوف فيزز اللي بتنتج. فاكرين الصورة ديت او الرسمة ديت لما احنا قلنا ازاي بكون سوليد سوليوشن؟ قلنا في اربع فاكتورز او اربع بارامترز بيتحكموا ان النيكل هيخش جوه الكفر ويعمل سبستيتيوشنال سوليد سوليوشن. قلنا في اربع فاكتورز تبع قاعدة هوم رو ثري رول. اول قاعدة كانت بتقول الافكت او الفرق في الاتوميك راديوس ما يكونش اكتر من 15%. تاني قاعدة كانت بتقول ان هما يكونوا ليهم نفس الكريستال ستراكشر ويكونوا قريبين في الالكترونيجاتيفيتي ويكونوا ليهم او قريبين في الفالنس. القاعدة ديت هي اللي انا هستخدمها دلوقتي عشان اعرف الفيس دايجرام اللي ناشئ او اللي هينتج دوت هيبقى شكله عامل ازاي. لان لو في كومبليت ميسابيليتي للعناصر مع بعض دي بيكون لي فيس دايجرام اسمه ايزومورفس، لكن لو ما فيش ميسابيليتي او ما فيش سوليوبيليتي للعناصر مع بعض بيديني فيس دايجرام تاني اسمه ايوتاكتيك فيس دايجرام. هنكتفي بدراسة الايزومورفس فيس دايجرامز. طيب يعني ايه اصلا ايزومورفس ويعني ايه باينري؟ دلوقتي احنا لسه واخدين ان في تأثير للتمبريتشر والكومبوزيشن والبريشر على الفيز دايجرام اللي بينتج. لو انا عندي بدرس المية فالمية ديت ليها فيز دايجرام، فانا كده مثبت الكومبوزيشن. فانت لو شفت الفيز دايجرام بتاع المية يبقى انا كده مثبت الكومبوزيشن، فانا بغير التمبريتشر مع البريشر وبشوف التأثير بتاعهم على الفيسز اللي هتنتج اللي هو ليكويد وسوليد وجاز. لكن لو انا عندي باينري سيستم، باينري سيستم جاي من اسمها باينري يعني ثنائي او اتنين، يبقى انا عندي اتنين من المواد كومبوننت تو اليمنت، عندي عنصرين متضافين مع بعض، يبقى انا مغير الكومبوزيشن ومحتاج ان اغير التمبريتشر، يبقى لازم اثبت التالت اللي هو البريشر، فبنثبته عند واحد اتموسفير. لو انت شفت الفيس دايجرام دوت بتاع الكبر والنيكل، يعني جبنا شوية كبر وجبنا شوية نيكل، غيرنا الكومبوزيشن او غيرنا الكونسنتريشن بتاع النيكل بالنسبة للالوي، وبندرس الافكت بتاع التمبريتشر على النمبر اوف فيزز المنتجة. لازم نعرف بس في الاول حاجات، 0% كونسنتريشن من النيكل، 0% تركيز من النيكل، معناها ان انا عندي 100% كبر. 100% من النيكل معناها ان انا عندي 0% من الكبر، يعني هنا انا عندي بيور كبر لسه ما ضفتش اي حاجه من النيكل. يبقى 0% من النيكل معناها ان انا عندي لسه ما ضفتش اي حاجه من النيكل، يبقى كل الكبر اللي عندي هو كبر بيور. لو انت ضفت 20% من النيكل يبقى الالوي اللي اتكونت او السبيكه اللي اتكونت فيها 20% نيكل و80% من الكبر. ضفت 40%
يبقى انا كده عندي 40% نيكل و60% من الكوبر. 60% نيكل يبقى 40% من الكوبر، وهكذا. طيب عند تمبريتشر معينة بلاقي نفسي بتحرك من سوليد فيز لليكويد فيز، ودي حاجة معروفة. لما بزود درجة الحرارة المادة عندي بتبدأ يحصل لها عملية انصهار لغاية ما تروح للليكويد فيز. طيب ده انا لقيت عندي هنا بيور سوليد فيز او سنجل فيز من السوليد، والسوليد فيز بنديله حرف من الحروف الجريك ليترز او من الحروف الاغريقية اللي هي الفا وبيتا وجاما. الليكويد فيز على طول الرمز بتاعه ال كابيتال، فبلاقي هنا في منطقة او في فيز موجود عندي او فيز فيلد ليكويد بلس سوليد، الاتنين موجودين مع بعض، الليكويد والسوليد موجودين مع بعض. بنسمي الخط الفاصل بين السوليد فيز والليكويد سوليد فيز الاتنين دول بنسميه سوليدس لاين، او الخط الفاصل بين السوليد فيز والفيز اللي بعديه. وبنسمي الخط الفاصل او الفيز باوندري الحاجز بتاع الفيز بين الليكويد فيز والليكويد سوليد بنسميه ليكويدس لاين. تمام. طب ايه النقطة ديت بتمثل ايه؟ النقطة دي بتمثل ايه؟ والنقطة دي بتمثل ايه؟ النقطة دي بتمثل الميلتنج بوينت او نقطة الانصهار بتاعة البيور كبر. انا عندي هنا 0% من النيكل، يبقى التركيز بتاعي كله كبر او نحاس. هنا 100% من النيكل، يبقى ما فيش عندي كبر خالص في الاستراكشر، يبقى ديت البيور نيكل وديت الميلتنج بوينت بتاعت النيكل. يبقى دي النقطة اللي عندها النيكل هيتحول من سوليد لليكويد، نقطة الانصهار. ودي النقطة اللي عندها الكبر هيتحول على طول من سوليد لليكويد، يبقى دي نقطة الانصهار أو الميلتنج بوينت بتاعت الكبر، ودي الميلتنج بوينت بتاعت النيكل. طب هنا بيقول لي عندك تو فيزز أو تو سنجل فيز. أيوه عندي اتنين سنجل فيز بس، اللي هو الليكويد ده سنجل فيز. يعني ايه سنجل فيز؟ يبقى ليه نفس الكومبوزيشن ونفس الفيزيكال والكيميكال ستراكشر، ليهم نفس الابيرنس، ان الليكويد او النيكل موجود كليكويد والكبر موجود كليكويد. نفس الكلام في السوليد فيز، هنا الاثنين النيكل والكبر موجودين كسوليد، لكن هنا ده انا عندي شويه ليكويد وشويه سوليد، شويه نيكل موجودين كليكويد وشويه سوليد وشويه نيكل موجودين كسوليد. نفس الكلام في الكبر، عند شويه كبر ليكويد وشويه كبر سوليد. فعندي هنا في باينري او عندي تو فيزز موجودين من الليكويد والسوليد. يبقى انا عندي في 3 فيلد او 3 فيز فيلد، عندي ليكويد وعندي سوليد وعندي ليكويد سوليد اللي هم دول. لكن السنجل فيزز موجودين عندي هم 2، يا اما ليكويد يا اما سوليد، دي كسنجل فيز. دوت مش سنجل فيز، دوت تو فيزز موجودين. طيب يعني ايه باينري؟ قلنا باينري انا عندي 2، عندي تو اليمنتس. ايزومورفس معناها ان الاثنين اليمنت دول في كومبليت ميسابيليتي او كومبليت سوليبيليتي مع بعض، قابلين للاذابه مع بعض، بيدوبوا في بعض كويس، بيكونوا سبستيتيوشنال سوليد سوليوشن. طب هيكونوهم ليه؟ على حسب هوم روثري رول، اللي هم الاربع فاكتورز بتوع الاتوميك راديوس والالكترونيجاتيفيتي اللي هو السالبيه الكهربيه والفالانس والاتوميك ستراكشر. طيب يبقى اول حاجه باينري. يعني ايه باينري؟ يبقى انا عندي تو كومبوننت ايزومورفس، يبقى انا عندي كومبليت سولوبيليتي للاثنين مع بعض نتيجه لهوم روثري رول. بيكون لي الفيز دياجرام دوت. المفروض او المطلوب منك 3 حاجات، هديك نقطة معينة عند تمبريتشر معينة وعند كومبوزيشن معين، هقول لك قول لي الفيز الموجود ايه، الفيز دوت ليكويد ولا سوليد ولا ليكويد سوليد. هقول لك قول لي الكومبوزيشن،
الكومبوزيشن بتاع الفيز دوت ايه، بيتكون من ايه. تالت حاجة قول لي الفيز ريشيوز، النسبة بتاعت كل واحد. يعني لو انا في النقطة ديت فانا عندي 100% ليكويد، لو انا في النقطة ديت 100% سوليد. طب لو انا في النقطة ديت انا عندي ليكويد وسوليد، قول لي نسبة كل واحد بالنسبة للتاني كام. ده اللي احنا هنعرفه دوت المطلوب ان شاء الله منك. اول حاجة قال لي لو انت عند تمبريتشر معينة وعند كومبوزيشن معين، قول لي الفيزس اللي موجودة، ايه في الاستراكشر. فلازم الاول نحدد النقطة اللي احنا هنشتغل عليها. يبقى لازم اول حاجة احدد النقطة. فبيقول لي عند تمبريتشر 1100 سيليزيوس وعند كومبوزيشن من النيكل 60%، قول لي الفيزس اللي موجودة ايه. فلازم الاول اروح احدد النقطة على الرسمة، عند 1100 سيليزيوس وعند كومبوزيشن 60% من النيكل، يبقى انا عند النقطة ايه ديت. ده انا عندي الفيز اللي موجود هو سوليد فيز اللي هو الالفا، يبقى انا عندي 1 فيز نمبر، يبقى انا عاوز رقم نمبر، انا عاوز رقم. يعني تقول لي انا عندي 1 فيز ولا 2 فيزز ولا 3 فيزز، واللي احنا هناخده هو يا 1 يا 2 فيزز بس. يبقى انا عندي هنا عند النقطة ديت انا عندي 1 فيز، عندي فيز واحد. الفيز دوت او التور دوت ايه هو؟ التور دوت او الفيز دوت هو سوليد فيز. يبقى المادة بتاعتي او الالوي بتاعتي عند درجة الحرارة ديت وعند الكومبوزيشن دوت انا عندي سنجل فيز بس او فيز واحد بس، ودوت من سوليد، سوليد فيز. طيب لو خدنا نقطة تانية، عند النقطة B ديت اللي هي عند درجة حرارة 1250 وعند كومبوزيشن 35%، ادي 35% من النيكل وعند تمبريتشر 1250، ده انا عاوز نمبر، نمبر اوف فيزز، عدد الفيزز. انا في المنطقة ديت، المنطقة ديت انا عندي 2 فيزز اللي هو الليكويد بلس سوليد، عندي ليكويد ومع سوليد، يبقى انا عندي هنا 2 فيزز. يبقى احنا كده اول حاجة عرفنا احدد ازاي number of phases او عدد الاطوار اللي موجودة. انا عندي single phase solid بس ولا liquid بس، ولا عندي two phases liquid plus solid. تاني حاجة عاوز اعرفها ازاي اقدر اجيب الphase composition او التكوين بتاع each phase. لو انا في منطقة، على فكرة الرسمة ديت هي نفسها ديت، بس انا هدرس دلوقتي المنطقة اللي هي من 20 لـ50 فقط عشان نوضح الصورة بس، او عشان اكبر المنطقة ديت عشان احنا ندرس المنطقة ديت. فاول حاجة بيقول لي لو انت عند نقطة معينة، النقطة ديت اللي هي عند النقطة ايه، عند تمبريتشر 1200 او 1320 وعند كومبوزيشن 35% من النيكل، قول لي الكومبوزيشن بتاعك ايه. الكومبوزيشن بتاعي عندي 35% من النيكل وكلهم موجودين كليكويد، كلهم موجودين كليكويد. يبقى انا في منطقة كلها ليكويد، يبقى المنطقة ديت 35% منها من الليكويد دوت من نيكل، والباقي هو الكبر اللي هو 65% من الكبر. يبقى انا عند النقطة ديت الكومبوزيشن، التكوين بتاع الفيز دوت كام؟ قال لي التكوين بتاعك، وقول لي واحد بس مش لازم تقول لي التاني عشان ما تتلخبطش، يعني نتكلم عن النيكل بس مش لازم تتكلم عن الكبر او عن النحاس. فانا عند الكومبوزيشن دوت او عند النقطة ديت اللي عند درجة حرارة معينة وكومبوزيشن معين، انا لقيت نفسي ان انا واقف في منطقة بتاعت ليكويد فيز. يبقى في المنطقة ديت انا في ليكويد فيز. طب قول لي الليكويد دوت الكومبوزيشن بتاعك كام؟ نسبة النيكل كام؟ يبقى نسبة النيكل هي 35%، ودوت اللي مطلوب منك. يبقى انا اول حاجة حددت نمبر اوف فيزز واحد، اتنين الكومبوزيشن 35% نيكل وموجودين كليكويد، ادي سي ال، معناه ان الكومبوزيشن كله ليكويد. طيب لو خدنا نقطة تانية،
اللي هي النقطة دي عند temperature مختلفة عند 1190 بس عند نفس الكومبوزيشن، يبقى أنا قللت درجة الحرارة بس عند نفس الكومبوزيشن. ده أنت هنا اتحركت من الليكويد فيز رحت للسوليد فيز، يبقى الكومبوزيشن أو التكوين بتاع الألوي بتاعتك كلها عبارة عن سوليد، وقلنا السوليد بنديله رمز ألفا، يبقى السوليد ألفا أو بيتا أو جاما، بس هنشتغل معاه إن هو ألفا بس. يبقى الكومبوزيشن بتاع الألوي عند درجة الحرارة ديت وعند الكومبوزيشن دوت هي 35% برضو، بس كلهم كسوليد. يبقى أنا كده جبت الكومبوزيشن التكوين هما سوليد و35% من النيكل. طيب المشكلة بقى لو النقطة طلعت في منطقة في تو فيزز بنعمل ايه؟ لو انا عند منطقة او عند نقطة فيها تو فيزز عن في المنطقة بتاعت الليكويد بلس سوليد ديت بجيب الكومبوزيشن ازاي؟ سهلة جدا، في قاعدة هنمشي عليها اسمها الطاي رول، اللي بيقول لي عند النقطة ديت اعمل تاي لاين. تاي لاين يعني اعمل خط افقي بيمر بالنقطة اللي انت عايزها ديت. الخط دوت لازم يقطع الليكويد فيز اللي هو الليكويد لاين، ولازم برضو يقطع السوليدس لاين. عند النقطة ديت اعمل خط افقي بيقطع الليكويد لاين وبيقطع السوليدس لاين. طيب عملنا النقطة، بعد كده نزل عمودي على الافقي، عمودي على الاكس اكسس. نزلت عمودي لقيت قطع الاكس اكسس في 32%، يبقى كده الكومبوزيشن بتاع الليكويد 32%. طيب انزل عمودي من السوليد للافقي، يبقى الكومبوزيشن بتاع السوليد 43%. يبقى تاني يا شباب، يبقى انا يا شباب لو عندي في منطقة او في نقطة A، انا كده في اول حاجة لازم احدد النمبر اوف فيزز. نمبر اوف فيزز هو فيز واحد، عاوز اجيب الكومبوزيشن هو 35% وال 35 بتوع النيكل كلهم في الليكويد ستيت. طيب انا رحت لنقطة تانية اسمها دي، عاوز اجيب نمبر اوف فيزز، يبقى النمبر اوف فيزز واحد. عاوز اجيب الكومبوزيشن يبقى 35% وال 35% كلهم سوليد. لو انا رحت عند النقطة بي دي كده انا غيرت الدنيا، انا عندي مش فيز واحد، انا عندي تو فيزز، يبقى عندي اتنين فيز. طب عاوز اجيب الكومبوزيشن، الكومبوزيشن بعمل تاي لاين، بقطع الليكويد وبقطع السوليد لاين، بنزل بالافقي بشوفه قطع عند كام، يبقى عندي الكومبوزيشن بتاع الليكويد 32% والكومبوزيشن بتاع السوليد 43%. يبقى انا كده قلت له الليكويد والسوليد دوت ان النيكل موجود كليكويد 32% والنيكل موجود كسوليد بنسبة 43% من الاستراكشر بتاع الالوي. طيب تالت حاجة عاوز اجيب حاجة اسمها الويت فراكشن. الويت فراكشن يعني نسبة واحد بالنسبة للتاني، يعني عندي كومبوزيشن صغير وعندي كومبوزيشن كبير، او ان انا حاطط النيكل بتركيز معين في الكبر، عايز اشوف نسبة مين اعلى. فاحنا برضو لو خدنا اول نقطة اللي هي الايه، هو انا عندي كده ده 100% من الكومبوزيشن ليكويد، 100% ديت بديها واحد لان الويت فراكشن دي نسبة من صفر لواحد، 100% ديت معناها ان دوت واحد، يبقى كل الالوي بتاعتي موجودة كليكويد بس، موجودة كسنجل فيز اللي هو ليكويد بس، فبديها رقم واحد. السوليد بصفر، السوليد اصلا مش موجود عندي اي حاجة سوليد. طب لو انا عندي عند النقطة التانية اللي هي النقطة دي، انا عندي هنا في منطقة الويت او الفيز اللي موجود عندي هو سوليد بس، يبقى الويت فراكشن يعني نسبة الليكويد بالنسبة للسوليد، لا مفيش نسبة اصلا، ده هو كل اللي موجود سوليد بس مفيش اصلا ليكويد، يبقى الليكويد بصفر والسوليد بكام؟ بواحد. طب لو انا في منطقة عند البي عاوز اجيب نسبة الليكويد بالنسبة للسوليد،
نفس الكلام اللي قلناه هناك. الليكويد برضو بتجيب او بتعمل خط، الخط دوت بيقطع الليكويد وبيقطع السوليد، بتنزل بتعمل عمودي على الافقي وبتشوف قطع فيه كام. بس انا هنا عاوز اعرف النسبة بتاعت واحد بالنسبة للتاني، فعايز اشوف نسبة المنطقة ديت اللي هي بتبعد عن النقطة ديت من السوليد، والنسبة بتاعت المنطقة ديت او الخط دوت اللي بيبعد عن النقطة ديت بالنسبة للليكويد، عشان اشوف نسبة السوليد كام بالنسبة لنسبة الليكويد، مين فيهم اعلى السوليد ولا الليكويد. فبعمل او بشوف او بطبق القانون دوت، الاس على التوتال بتاع الاتنين او الار على التوتال بتاع الاتنين. لو انت عاوز تشوف الاس بكام بتشوفها من تحت، انا عاوز اجيب الطول بتاع المنطقة ديت اللي هي الاس. طب المنطقة ديت بكام؟ 43 ناقص 35. يعني لو انت شوف، طبعا هنا بادئ من الصفر، لو انت من هنا من الناحية التانية ده عشان تبقى الدنيا واضحة معاك اكتر، انا عاوز اجيب مثلا انا هنا عندي 43، يبقى من صفر ل 43 ناقص اطرح منها المنطقة ديت، يبقى انا كده جبت المنطقة بتاعت الاس. يبقى تاني يا شباب، لو انا عاوز اجيب الاس ديت بكام، الاس ديت 43 ناقص 35، يبقى انا كده جبت منطقة او طول الحتة ديت بكام. طب لو انا عاوز اجيب التوتال بكام، الار بلس الاس، يبقى انا عاوز اجيب المنطقة دي كلها طولها بكام، طولها بكام من تحت، يبقى 43 ناقص ال 32، انا كده جبت الطول بتاع ديت. يبقى انا كده جبت الليكويد فيز الويت فراكشن بتاعه بكام، طلع ب 73 من 100. عاوز اجيب السوليد فيز موجود بنسبة قد ايه، الويت بتاعه كام قد ايه. فالسوليد فيز بيساوي ار على التوتال، ار بكام بالنسبة للتوتال، ار بكام، يبقى انا عاوز الحتة دي بس بكام، الحتة دي بكام، هيبقى 35 ناقص ال 32 هيديني الطول دوت بكام، على التوتال انا لسه جايب التوتال ب 43 ناقص 32 هيطلع معايا ب 27 من 100. ولازم مجموع الاثنين يكون واحد صحيح، لان احنا قلنا الويت فراكشن لازم يكون قيمة من صفر لواحد. فطبعا باين عندي ان نسبة الليكويد اعلى من نسبة السوليد، او الويت فراكشن نسبة الويت بتاعت الليكويد اعلى من النسبة بتاعت السوليد، يعني الليكويد موجود بنسبة اعلى، او كمية النيكل اللي موجودة كليكويد اعلى من كميتها كموجودة كسوليد. طيب دوت انا هستفاد منه بايه؟ لان الفيز دياجرام دوت بعرف منه حاجة مهمة جدا اسمها المايكروستراكشر. المايكروستراكشر اللي احنا درسناه في اول محاضرة خالص، قلنا الاستراكشر بينقسم لماكروستراكشر ومايكروستراكشر اللي انا بشوفه بالميكروسكوب. طب المايكروستراكشر دوت ايه اهميته؟ ان هو بيأثر في خصائص المادة، ودي برضو احنا متفقين عليها من اول محاضرات. فانا من الفيز دايجرام ممكن اتحكم في المايكروستراكشر اللي هيطلع، وممكن منه كمان بتحكم في خصائص المادة اللي هتظهر عندي، واللي منها برضو بتحكم في الابليكيشن. فانا لو عندي كومبوزيشن معين اللي هو 35% من النيكل عند درجة حرارة 1300، ده عندي كل الالوي او كل المادة بتاعتي موجودة في ليكويد ستيت. لو انا بدأت ابرد هيظهر عندي شوية سوليدز في ليكويد، يبقى انا كده عندي في منطقة بتاعت تو فيزز ليكويد بلس سوليدز، ودوت اللي موجود عندي. ممكن منها اعرف نسبة السوليد كام بالنسبة لنسبة النيكل زي ما درسنا دلوقتي. لو انا بردت اكتر نسبة السوليد بتزيد، فبتكون الجرينز، بتبدأ الجرينز تتكون. لو بردت اكتر الجرينز بتبدأ تكبر اكتر، لغاية ما الجرينز بتلمس بعض او بتمسك مع بعض، وتبقى احصل في اتاشمنت او تتلاصق مع بعض، ما يبقاش عندي اي ليكويد في الاستراكشر، يبقى المادة بتاعتي كلها نزلت تحت الميلتنج بوينت، فبقت المادة عندي كلها في سوليد سوليوشن او كسنجل فيز من السوليد بكمبوزيشن 35% من النيكل كسوليد و65% ككبر كسوليد.
طب انا هستفاد من ده في ايه؟ بتشوف خصائص المادة اللي بتظهر عندي، بلاقي عند كومبوزيشن معين اللي هو 0% من النيكل التنسايل سترينث او قوة الشد بتاعت الالوي بتاعتي ضعيفة. كل ما بزود نسبة النيكل المايكروستراكشر بيتغير وخصائص المادة بتتغير لغاية ما اوصل عند نسبة معينة اللي هي حوالي 60% من النيكل بيبقى عندها اعلى حاجة في التنسايل سترينث. ايه التنسايل سترينث؟ قوة الشد، يعني المادة بتاعتي بقى عندها قدرة تحمل لابليكيشن معين، قادرة تتحمل قوتين متضادتين في عكس الاتجاه. فقوة الشد بتاعت المادة هناخدها ان شاء الله في المحاضرة الجاية بتاعت الميكانيكال بروبرتس او الخصائص الميكانيكية للمواد. يبقى انا زودت السترينث او الصلابة بتاعت المادة بتاعتي بكمبوزيشن معين، قدرت اعرف عند كمبوزيشن معين دي المادة بتاعتي عندها اعلى سترينث او اعلى تنسايل سترينث. لو زودت الكمبوزيشن دوت اكتر عن 60% التنسايل سترينث بتبدأ تقل. يبقى انا بعرف الاوبتيمم كونسنتريشن بتاع النيكل كام اللي هيديني مايكرو ستراكشر اللي عنده يبقى عندي اعلى تنسايل سترينث. طيب انا مش عاوز المادة بتاعتي تكون قوية، انا عاوز المادة بتاعتي يكون فيها مرونة، يكون فيها ductility مرونة. فالعكس بتاع الكلام دوت، هنا اعلى او اعلى حاجة في المرونة بتبقى عند زيرو نيكل اللي احنا قلنا هنا اعلى حاجة في المرونة. يبقى اعلى حاجة في المرونة بتاعت المادة الالونجيشن او الاطالة بتبقى زيرو نيكل. كل ما بزود نسبة النيكل كل ما المرونة او الدكتيلتي بتاعت المادة بتقل. بزود تاني بلاقي لأ ده المرونة بدأت تزيد تاني، فبقدر من الكومبوزيشن او من الفيز دايجرام دوت اتحكم في خصائص المادة، بتحكم في المايكرو ستراكشر. انا عاوز ايه من المادة؟ هل انا عاوز مرونة عالية ولا انا عاوز سترينس عالية؟ طبعا على حسب الابليكيشن او على حسب التطبيق انا اطبق المادة او استخدم المادة ديت في اني ابليكيشن. شكرا يا شباب، ديت كانت محاضرة كده بسيطة عن الفيز دايجرامز واهمية الفيز دايجرامز. لازم تعرف ايه هو الفيز دايجرام، ازاي اقدر احدد نمبر اوف فيزز، ازاي اقدر احدد الفيز كومبوزيشن، وازاي اقدر احدد الويت فراكشن بتاع كل فيز يعني ايه اصلا فيزز، امتى يكون عندي سنجل فيز، امتى يكون عندي تو فيزز او اكتر من فيز، يعني ايه كومبوننت، يعني ايه ميكتشر، يعني ايه سوليوشن. الحاجات دي كلها تعريف مهمه.